يعني أه البدايه شاية. دكتور عمرو أه هبدا مع حضرتك عايزين نعرف اكتر من حضرتك عن اتحاد الاذاعات الاسلاميه تاريخ نشاته نكلم كمان المشاهدين عنه اتحاد الاذاعات الاسلاميه هو اكبر اتحاد مهني اعلامي في العالم بيشمل 57 دوله عربيه واسلاميه في اربع قارات انشئ سنه 1975 كان الملك الحسن الثاني رحمه الله ملك المغرب كان حدث هجوم على المسجد الأقصى فحدث اجتماع للقادة والزعماء العرب والدول الإسلامية وأقروا في هذا الاجتماع إنشاء اتحاد أو منظمة كان اسمها منظمة الإذاعات الإسلامية وتولى رئاستها في هذه الفترة أول رئيس لها كان مصري الإعلامي الكبير الراحل الأستاذ أحمد فرج وكان دورها التنسيق بين الدول الاسلاميه والعربيه في الانتاج البرامجي التلفزيوني والاذاعي، هي اسمها اتحاد اذاعات لكن مقصود بالاذاعات الاذاعات والتلفزيونات وما يستجد بعد كده. وتطورت رحله الاتحاد وبعد ترك الاستاذ احمد فراج توالت الدول الاخرى في رئاسه الاتحاد ثم عادت رئاسه الاتحاد الى مصر هذا العام وانا بشرف برئاسه هذا الاتحاد زي ما قلت الاتحاد بيعمل على التنسيق العلاقات بين الدول إقامة دورات تدريبية لجميع الإعلاميين في الدول الإسلامية. الحقيقة هو بيقدر يحقق الذي لم تستطيع السياسة أن تحققه، هو التكامل الإعلامي. فهناك مهنية مشتركة وقواعد إعلامية مشتركة بتربط جميع البلدان الإسلامية ببعضها البعض، بنحاول نستغل دوت، الاتحاد مسؤول أيضاً عن تنظيم والبث التلفزيوني لشعائر الحج. وتسهيل مهام جميع الاعلاميين والصحفيين في سبيل نقل شعائر الحج باعتبار ان مقر الاتحاد في المملكه العربيه السعوديه هي دوله المقر. ده باختصار شديد جدا الفكره اللي قام عليها الاتحاد وعدد الدول الاعضاء والاهداف اللي قام عليها ومن اهمها طبعا الحفاظ على اللغه العربيه يمكن احنا كنا لسه عاملين دوره عن الحفاظ على اللغه العربيه سواء في البرامج الدراميه والصحافه الورقيه والالكترونيه.